أربع ثلاثة عم عمي. نعم صباح الخير. الحمد لله. ما أخبارك؟ طيب يعطيك العافية. شوف هالأولاد. نشكر الله. مو السوق. سوق. لا بس إلا تو بعد الحد عيد. هبطت العيد ترى. شغل بحر. إيه شغل البحر. كل عام أنت بخير. الله يعافيك بخير. جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. الحمد لله. الجبل الجبل يوم باغي هنا. جوك أبوي تفضل. من بغيت أما يقول لك مو في سكر يبتعد له. لا 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 هذا ضد سكري. ضد سكري محلي مو لعنب مو ها. يا سلام كيف هبطة العيد؟ كل عام بخير صحة بسلامة. هنا دائما يصير الأكشن. هنا هبطة الأغنام. محلية عسل طبعا ما شيء عيد اللي لازم هذه تكون موجودة ولا ما قام ذوقه شوي. واليوم مع العم سليمان النبهاني با كيف حالك؟ الحمد لله. مخبارك؟ كيف الأمور؟ طيبين. تسوين في البيت إذلا؟ نعم ما شاء الله عليك. كل عام أنت بخير صحة وسلامة. بارك الله فيك. حتى الأجانب يشاركونا دائما في أيام العيد. How are you? I'm good thanks. How are you? Fine. Everything good? Yes, how is feeling? Time. How is feeling now in this same day? It's so beautiful and it's so interesting. There's so much to see, lots of energy. And I'm here on my honeymoon. Just got married. Oh, oh my! So yeah, we're really enjoying it. Thank and this first time coming? Yes, my first time. Yes, everyone's very friendly. So. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you. كيف حالك؟ وأخبارك؟ من اسمك؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.